احنا يعني فاضل لنا يعتبر النهارده، يعني يعتبر لو ربنا يسر الامور كده والنت ظبط معانا هنخلص النهارده ان شاء الله. ما ظبطش بقى، بقى لنا جزء صغير. يعني شايفين الشاشه كده؟ هاي يا دكتور. ايوه ده طب هو احنا وصلنا، عشان افكركم، كنا خدنا الادريسنج مود وخدنا الانستراكشن سيت وخدنا الكاش لو تفتكروا، اللي هو ده الحاجات اللي كانت بعد الميد تيرم، وطبعا كان قبل منها الميموري والتوصيلات بتاع التوصيله بتاعتها. فطبعا بالاضافه للحاجات اللي احنا البرفورمانس والانستركشن سايكل، الحاجات اللي كانت في الاول يعني. فاللي كان بعد الميد تيرم اللي احنا ركزنا عليه اللي هي كانت الكاش والكاش مابنج يعني، والانستركشن سيت والادريسنج مود. وهنخش بقى، فاضل لنا هي الانستركشن سيت، كان فاضل فيه جزء في المحاضره دي ما خلصناهاش، اللي هي الليكتشر دي ما خلصناهاش، وفاضل لنا برضك الليكشر دي جزء بسيط يعني، هي مش كبيره 19 سلايد يعني. فربنا ييسر الامور ونظبطها يعني ان شاء الله النهارده. بنتكلم دلوقتي، افكركم تاني ان احنا في المنهج اللي خدناه احنا كنا بنتكلم على الليفل او الاركتكشر الليفل يعني. كنا قلنا طبعا ان احنا لو جينا من فوق البروبلم بنحولها لالجوريزم، الالجوريزم ده بنطبقه بلغه برمجه، بعد كده بنشتغل على اوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم ده بيحوله بقى للانستراكشر، او عندنا انستراكشر سيت اركتكشر اللي احنا خدناها، الامر بقى بيتنفذ ازاي، اللي هو كود وادرس واوبرانت، وبعد كده بقى خدنا وان ادرس وتو ادرس، الحته دي اللي خدناها. بعد كده بقى بيتعمل بقى اللي هي مايكرو اركتكشر، اللي هو بيبدا بقى كل امر يبدا بقى يحطه في الام ار وياخده من الام ار، اللي هي السايكل او الانستراكشن سايكل نفسها، ويحطها في الكاش ويجيب الامر من الكاش ولا لا، ويعمل كاش ميس ولا كاش هيت، الحته دي في اللاير دي. طبعا ده كله بقى بيتنفذ على دايره لوجيك، واللوجيك ده بيتعمل بدوائر الكترونكس يعني. ده اللي هو الكمبيوتر اركتكتشر الليفل اوف ترانسفورميشن، ده اللي احنا بدأنا بيه اصلا في المنهج، دي مش حاجه جديده يعني، بس انا بفكركم بيه. طيب وده برضك اللي هو ايه، احنا قلنا طبعا اليوزر بيتعامل مع البروبلم او الالجوريزم والاوبريتنج سيستم، ملوش دعوه بالتفاصيل اللي جوه، بس احنا كبروجرامينج او كسوفت وير لازم نبقى فاهمين الاركتكتشر، الكمبيوتر بينفذ الاوامر ازاي، لازم نبقى فاهمينها. بس اليوزر ما بيشتغلش مع الكلام ده، تمام؟ تعالى بقى ناخد موضوع جديد اسمه البايب لاين، موضوع اسمه البايب لاين كونسبت. ايه البايب لاين ده؟ بيقول في الصناعه عموما، لما كانوا بيفكروا في الموضوع في الصناعه، مثلا لو في انتاج او حاجه مثلا، فانت بتعمل ايه؟ بتعمل المنتج ده، وبعد ما تخلصه تعمل نفس المنتج تاني، بتعمل له عمليه ريبيتيشن، وبعدين تعمل له عمليه ريبيتيشن وهكذا. طب الفكره هنا ايه؟ ان في بعض الحاجات ينفع تتعمل بارلل، في بعض الحاجات ينفع تتعمل بارلل. ماشي يا شباب؟ في بعض التاسكات ينفع تتعمل ان بارل، يعني احنا التشبيه بس في الموضوع، الامر مثلا لما بتيجي تاخده انت بتعمل فيتش واكسكيوت، فيتش واكسكيوت. فالفكره ان في بعض الحاجات اهو، اثناء مثلا هنا مثلا في الصناعه، اثناء وانت بتعمل مثلا اللاندري او الغساله مثلا، او تقدر تعمل الكوكينج يعني، يعني ممكن في حاجات تمشي ان بارل لان هم مش هيعطلوا بعض. ماشي؟ فهتلاقي هنا انك في حاجات تقدر تتعمل ان بارلل، لما تتعمل حاجات ان بارلل هتوفر الوقت، يعني بيقول لك لو انت ما عملتش هنا هتلاقي الوقت هنا انك خدت، لو كل واحده بتاخد مثلا، هنا بيقول لك ان احنا عندنا عايزين نعمل اربعه، وكل واحده مثلا بتاخد، وليكن هنا عاملها بتاخد كام؟ بتاخد 10، يبقى ده 10 هتاخد 10، ده 20 وده 20 وده هتاخد 20 وده 20، يبقى التوتال بتاعك هتضرب العدد في الاربعه. لما تعمل حاجات بارلل زي ما انت شايف كده، يعني هنا مثلا ده 10، واثناء وانت بتعمل ده هتاخد 10، واثناء وانت بتعمل ده هتاخد 10، واثناء وانت بتاخد دول هتاخد 10، وده هتاخد 10، هتلاقي الوقت قل، هتلاقي الوقت قل. طب هنستفيد بالكلام ده ايه؟ اهو هنستفيد بيه الكلام ده، هنعمله بقى في الكمبيوتر اركتكتشر، او في الكمبيوتر بيتعمل ازاي؟ قال البايب لاين
بتقلل شويه في الوقت او ريت ليميتد باي ذا سلوست بايب لاين ستيج. البايب لاين ده على حسب اقل بقى واحده، افرض دي مثلا دي بتاخد مثلا وقت 20 ودي بتاخد 10، تفتكروا لو في حاجتين بارلل بيتموا مع بعض يا شباب، واحده بتاخد 20 وفي نفس الوقت الثانيه 10، يبقى الستيج دي تاخد وقت قد ايه؟ ها الستيج دي تبقى تاخد وقت ال10 ولا تاخد وقت ال20؟ سهله دي على فكره. ها الستيج الواحده تاخد وقت ايه؟ عايز الناس تشتغل معايا، سامعني ولا لا؟ يا دكتور 20. يبقى احنا البايب لاين بيبقى ليميت بياخد الاقل، لما يكون في حاجتين امبارلل فبياخد الاقل فيه. طب المالتي بيقول لك المالتي تاسك اوبريتنج سيميليشن يوز ديفرنت ريسورس، برضك لو في حاجتين شغالين في نفس الوقت ما ينفعش ياخدوا نفس الريسورس، لازم ياخدوا ديفرنت ريسورس. يعني مثلا في امر بياخد حاجه عاوز البرنتر، وامر تاني لو عاوز البرنتر، كده مش هينفع يشتغلوا مع بعض، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط يا شباب؟ ولا يعني لو امرين عاوزين نفس الحاجه ينفع اشتغلوا امبريل؟ لا. فلازم بيقول لك هنا ايه اللي مكتوب، المالتي تاسك اوبريتنج سيمالتينيوسلي يوز ديفرنت ريسورس. لازم تتاكد دي الليميتيشن بتاعته، يعني دي الحاجات الليميتيشن. الليميتيشن هيقلل لنا الوقت، بس لازم تبقى عارف ان هو لو في حاجتين شغالين امبريل مع بعض هيشتغل السلوست، لو في مالتي تاسك اوبريتنج سيمالتينيوسلي يوز ديفرنت ريسورس ما ينفعش لو هما الاثنين عاوزين نفس الريسورس ما ينفعش يشتغلوا مع بعض. يعني ده عاوز البرينتر والامر الثاني عاوز البرينتر، ستوب الاولاني يستخدم وبعدين انت اشتغل المره الجايه، ما ينفعش يشتغلوا مع بعض. طبعا السبيد هنا بتعتمد على عدد البايب لاين اللي انت تقدر تعمل لهم ران في نفس الوقت، ان هو يعني تقدر تشغل كام حاجه في نفس الوقت، وهوريها لكم دلوقتي. كل ما تقدر تشغل حاجات كتيره في نفس الوقت كل ما الوقت يحصل له سبيد اب اكتر. كل ما تعرفش تشغل حاجات كتيره مع بعض خلاص هترجع يعني انت ما عرفتش تشغل حاجات مع بعض هتشتغل للتراديشنال العادي، اللي هو يشغل يخلص الامر ده وبعدين يخش على الامر اللي بعده وبعدين يخش على الامر اللي بعده. بيقول بقى في مشكله ثانيه ايه اللي هي امبالانسد لينس اللي هي يعني في اختلاف في اللينس ما بين الستيج، ده بيقلل السرعه. يعني لو هما بالانسد والوقت بتاعهم قريب من بعض كل ما السرعه بتاعتك تبقى سريعه، لو في امبالانسد في حاجات بتاخد وقت اكتر وحاجات بتاخد وقت اقل السرعه بتاعتك يعني هتتحسن بس مش هتتحسن قوي يعني. التايم تو فيل البايب لاين اند التايم تو درين ات ريديوس ذا سبيد اب، اللي هي الوقت اللي بياخده عشان يملى الفراغات دي هو بيقلل بقى السرعه، هو ده اللي بنتكلم عليه. تعالى بقى نطبق الكلام بقى على الامر. احنا اتفقنا الامر بنعمل له فيتش واكسكيوت. فيتش ان احنا بنجيبه من الميموري، اكسكيوت ننفذه. فيتش اكسكيوت ده السيكوينشال العادي، ده اللي احنا كنا بناخده الاول، ان بتعمل فيتش تجيبه وتبعت الادرس للام اي ار وتقول له اقرا فيجي لك في الام دي ار وبعدين تحطه في الاي ار وبعدين تبدا تعمل عمليه دي الفيتش وبعدين وطبعا بتزود البي سي وبعدين تبدا تخش في الاكسكيوت. ها سامعني يا شباب؟ ده السيكونشال العادي. في مشكله؟ ده اللي احنا خدناه اصلا. في مشكله؟ ها تعالى بقى البايب لاين اكسكيوشن. البايب لاين اكسكيوشن قال لك ممكن اثناء وانت بتعمل فيتش للامر الثاني تعمل اكسكيوت للامر الاولاني، او اثناء وانا يعني جبت الامر الاولاني اهو هبدا اعمل له اكسكيوت هبدا انفذه. اثناء وانا بنفذه هو شغال مثلا على الالو، اثناء هو شغال على الالو انا اروح اجيب الامر بقى اروح اجيب الامر من الميموري، الامر اللي عليه الدور اعمل له فيتش واجهزه معايا واحطه في بافر واحطه في بافر عندي ما احطوش في الاي ار على طول لغايه لما يخلص اكسكيوشن. هو ده بقى حته البايب لاين، ان انا استفدت اثناء وهو شغال مثلا في الالو انا اجيب الامر استخدم الام ار والام دي ار عشان اعمل فيتش وما ابعتوش في الاي ار الا لما يخلص عمليه الاكسكيوشن. مفهوم حته كده البايب لاين ماشي ازاي؟ ها الحته دي لو اتفهمت يبقى انت فهمت البايب لاين. ده الايديا اوف البايب لاين في الكمبيوتر. ها
مفهومة ولا مستمعني أصلا؟ يا شباب سامعين حضرتك يا باشمهندسين، يا شباب حضرتك يا دكتور موجودين سمعني. موجودين سامعيني؟ انا عاوز بس تكونوا طب سامعيني، معلش في دوشه جنب كده، بس انتوا سامعيني كويس ولا ايه؟ تمام سامعين حضرتك يا شباب، معلش في دوشه جنب مني، بس الميكروفون فتح، انا بحاول اقفل بس حاجه اهو. طب يبقى الفكره كلها اراجعها تاني برضك بالراحه، بسم الله كده اهو بالراحه. فكره البايب لاين يعني اثناء اهو ببساطه خالص، البيزك ايديا اصلا انك حضرتك هتعمل فيتش للامر الاولاني، تمام، هتيجي تعمل له اكسكيوت. لما تيجي تعمل له اكسكيوت هتبدا تعمل فيتش، لانه ما بيستخدموش نفس الريسورس، ده بيشتغل على الالو مثلا والاي ار والريجسترات، انما ده هيشتغل على ريجسترات ثانيه اللي هو الام ار والام دي ار، ريجسترات الاكسكيوشن مش هيحتاجها. فهبدا اعمل فيتش اثناء ما بيعمل اكسكيوت للاولانيه، تمام كده؟ دقيقه واحده بس، العشاء بتقدم، بس دقيقه واحده يعني انا معاكم يعني، بس دقيقه واحده بس اول ما تخلص اذان. معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. يبقى الفكره كلها تاني اهو، بعيد عليها تاني بسرعه، الفيتش بتعمل اكسكيوت، اثناء الاكسكيوت بتعمل ايه؟ فيتش، وطبعا لازم يخزن هو في بفر عنده اهو، لازم اهو لما يحصل عمليه الاكسكيوشن يونت، وادي الفيتش يونت اسف والاكسكيوشن يونت، ممكن يعني ممكن يحصل ان الاكسكيوشن يكون لسه شغال وانا جبت الفيتش تمت، فلازم يحط في بافر عشان ما ينقلوش على طول، يعني ما يعني لازم نبقى عاملين حسابنا في الحته دي. لو الاكسكيوشن خلص على طول ما فيش مشكله، احطه في البافر وبعدين اسحبه منه. دي الهاردوير اورجانيزيشن، لازم حته البافر دي تتحط والا يحصل كونفليكت ما بين الاوامر وبعض. طبعا لو حصل ان الاكسكيوشن عاوز حاجات مثلا، عاوز الام ار او الام دي ار كده، لازم ده يوقف عبال ما يعني ما يستخدم. يعني لو هما الاثنين مثلا عاوزين الام ار، مثلا الاكسكيوشن عاوز الريجستر الام ار والفيتش برضك عاوز الام ار، ما ينفعش بقى في الحاله دي يشتغل البايب لاين، لازم بقى يعني هيدي بريوريتي للاكسكيوشن فيوقف عمليه الفيتش، يستخدم بقى الاكسكيوشن يستخدم الام ار، ولما يخلص هو الام ار يبدا يعمل فيتش اثناء هو بقى شغال هنا في الالو، بقى يبدا يشتغل هو يجيب الار. نفس الكلام بقى يتكرر تيبيكال بقى، خلاص بعد ما حصل عمليه الفيتش يبدا يعمل اكسكيوت للامر الثاني،
اثناء وهو بيعمل اكسكيوشن للامر الثاني هيبدا يعمل فيتش للامر الثالث وهكذا، اثناء بقى وهو بيعمل اكسكيوشن للامر الثالث يعمل فيتش للامر الرابع، واثناء وهو بيعمل اكسكيوشن للرابع يعمل فيتش للخامس. مفهومه كده ولا لسه شويه يا شباب؟ ملاحظين عدد السايكل كام؟ كانت هنا كام وهنا كام؟ ممكن اقول لك احسبها. عدد السايكل هنا كانت كام؟ يعني فرضنا ان كل الفيتش بياخد سايكل والاكسكيوشن بياخد سايكل، يبقى في السيكوينشال العادي ياخد كام سايكل لتنفيذ ثلاث اوامر؟ شايفين هياخد كام؟ ممكن اجيبها لكم في الامتحان، اقول لك احسب يعني في السيكوينشال كده. لو فرضنا ان الفيتش بياخد سايكل والاكسكيوشن بياخد سايكل، في السيكوينشال الثلاث اوامر ياخدوا كام سايكل؟ مين اللي هيجاوب معايا؟ سته يا دكتور. ست. طب لما عملتها بالبايب لاين الثلاث اوامر خدوا قد ايه؟ قدامك اهي الرسمه اهي. اربعه. اربعه. حصل توفير ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب طبعا هي ثلاث، حصل الفرق في ثلاثه، كل بقى ما تزود. لو انا اديتك خمسه هتلاقي التوفير ده بيظهر بقى اكتر. يعني لو اديتك انت بقى عايزك بقى مساله بسيطه، دي ممكن نجيب مساله عليها بسيطه، اقول لك اعمل لي قول لي الفرق بين السيكوينشال اكسكيوشن والبايب لاين من حيث نمبر اوف سايكل، وطبق المساله دي على ست انستراكشن، وقول لي في السيكوينشال يديك كام سايكل وفي البايب لاين يديك كام سايكل. هترسم الرسمه دي وترسم الرسمه، هي ترسم هترسم الرسمه دي وترسم الرسمه دي، وتقول لي دي بتاعت السيكوينشال، وتقول لي دي بتاعت البايب لاين، وتعد السايكل اللي هنا وتعد السايكل اللي هنا، هتقدر تحسبها. بس ادي فكره ومساله بسيطه وبجيبها كده مباشره، ما فيهاش لعب ولا اي حاجه. بالاضافه ايه البيزك ايديا بتاعت اللي هو الليميتيشن او الحاجات اللي احنا قلناها. ده سؤال نظري بقى، سؤال تاني، ايه هو الليميتيشن بتاع البايب لاين اللي احنا قلناه ده، اللي هو بيشتغل على السلوست ستيج، لو في مالتي تاسك لازم يشتغل على ديفرنت ريسورس، السبيد اب بتعتمد على البايب لاين ستيج، لسه هنتكلم عن دي دلوقتي، ولازم يبقى في بالانسد، لو في امبالانسد هيأثر على السبيد اب. عجبتهم بقى الفكره وبداوا يقسموا بدل فيتش واكسكيوت، بداوا ينفذوا الامر فيتش ديكود اكسكيوت رايت. بداوا يقسموا الامر لاكثر من الستيج، لان كل ما تكرر الستيج كل ما السبيد اب يزيد اكتر، وده هوريه لكم دلوقتي. حتى تحسبوها كنسبه يعني. فايه الفيتش؟ انك تجيب الامر دي كود، انك تفهم الامر ده بيعمل ايه، انك تفككه وتفكه بالاوب كود الادرس وتحسب الادرس والحاجات دي، بعدين تعمل اكسكيوشن تشغل الالو والحاجات دي، بعد ما تخلص تعمل عمليه رايت. فده كده عندك أربعة ستيج، يعني الأمر هنا متقسم أربعة ستيج أو فور ستيج بايب لاين. اللي فات ده كان تو ستيج، ده كان تو ستيج اللي هو إيه؟ فيتش وإكسكيوت بس. أربعة ستيج أهو اللي هو فيتش ديكود إكسكيوت رايت. هتبدأ بقى أثناء هو بيعمل ديكود هتبدأ أنت تعمل فيتش، أثناء هو بيعمل إكسكيوشن هتعمل أنت ديكود، أثناء وأنت بتعمل رايت هتعمل إكسكيوت للتاني. هتحس إن هي زي اللي فاتت، بس بص بقى في المرحلة دي في السايكل الثالثة، بص في السايكل الثالث هتلاقي الكمبيوتر بيعمل اكسكيوت اللي هو شغال على الالو، الالو شغال، والديكود ده ديكودر اللي هو حاجة في الاي ار شغالة، اللي هو بيعمل ديكود اللي هو دايرة الديكودر بتاعته بيفك الشفرة بتاعت الامر الثاني. يعني هو بينفذ الاولاني وفي نفس ذات اللحظة في نفس الوقت بيجهز الامر الثاني للتنفيذ، الديكود دي بيجهزه للتنفيذ. واثناء وهو بيعمل ديكود للثاني بيعمل فيتش للثالث. متخيلين القصه ماشيه ازاي ولا لسه شويه؟ هتبان اكتر واكتر في الستيج اللي بعد كده. دي بقى الستيج اللي بعد كده اهي. هو خلاص خلص اكسكيوشن الاولاني فبيخزن الناتج الاولاني، واثناء هو بيخزن الناتج الاولاني بيعمل اكسكيوشن بقى للتاني، وفي نفس الوقت بيهيئ او بيعمل ديكود للتالت وبيعمل فيتش للرابع. تخيلين ان في اربع حاجات شغالين مع بعض، بس طبعا لازم يبقى في بافر ما بينهم، عشان في الهاردوير لازم يبقى في بافر عشان ما يحصلش كونفليكت. يعني مثلا هو بيجيب الفيتش ما يدخلوش في الديكود، يحط الاول ويجهزه هنا، الديكود يخلص
يخزنه هنا ويجهزه، يعرف زي ما يكون واحد بيجهز كده، عاملين خط انتاج، واحد بيجهز حاجه واللي جنب منه بيكمل عليه، وده اللي بيشتغل في المصانع على فكره. يعني الحته دي خدوها اصلا من الكمبيوتر، وبتتعمل البايب لاين دي اصلا مشهوره في اي خطوط انتاج في المصانع. اي خطوط انتاج لو رحت اي مصنع، سواء بقى اي مصنع، هتلاقي دايما بيعملوا حته البايب لاين، سواء بقى الحاجات الالكترونيه، ما تلاقيش واحد قاعد كده بيعمل كل حاجه، تلاقي العامل وظيفته يعمل تاسك صغيره وفي نفس الوقت يخلصها يبعتها الثاني بيجمع. فتلاحظ ان هم بيوفروا وقت، تلاحظ بدل ما، انما لو كل واحد فيهم عمل جهاز بالكامل اولا هيزهق، ده في العمال يعني هيزهق، وفي نفس الوقت هياخد وقت، هيكونسيوم وقت كتير. بس هتلاحظوا بقى، انا عاوزك تفرق لي بقى يا شباب، لو فرضنا ان كل حاجه من دي تاخد سايكل، الاربع اوامر في السيكوينشال العادي ياخدوا كام سايكل؟ تعالى المساله بقى، في الاربعه ستيج في السيكوينشال العادي عندك اربع اوامر، وكل او عندك اربعه ستيج ياخدوا، وكل ستيج بتاخد 1 سايكل، العادي اللي هو السيكوينشال العادي ياخد كام سايكل عشان تنفذ اربعه انستراكشن؟ ها سؤال سهل اهو. ها 8 هتبقى 4، لا مش 8، هتبقى 4 وبعدين 4 وبعدين 4 وبعدين 4، يبقى 4 في 4 اللي هو كام؟ 16. هتضربهم في بعض، اللي هو انت 4 اللي هو الفيتش دي كود اكسكيوت، وبعدين 4 وبعدين 4، هترسمها كده في الامتحان، يعني هترسمها ليا وتقول لي ان هي عباره، مش تكتب الرقم وخلاص، تمام كده؟ طب ولو الثانيه بقى هتعملها ازاي؟ هتروح لازم ترسمها. هذا الأربعة قدامك اهي، خدت وقت قد ايه؟ ها قدامك اهي على الرسمة اهي، قدامك الرسمة اهي، خدت وقت قد ايه؟ خدت وقت قد ايه موجودة اهي؟ سهلة، خدت كام؟ سبعة. سبعة. شايفين هنا خدت دي كام؟ شايفين نسبة التوفير قد ايه من 16 ل 7؟ يعني نزلت يعني أكتر من 50%. فاهمين القصة بتاعت البايب لاين ولا لسه شوية؟ لا تمام يا دكتور. تمام؟ تمام. ممكن بقى مشاكل البايب لاين، ان افرض الاكسكيوشن بتاخد وقت اكتر من مثلا لو فرضنا الاكسكيوشن بتاخد وقت اكتر من الديكود، يعني لو فرضنا كده ان الاكسكيوشن بتاخد وقت اكتر من الديكود، يعني لو فرضنا ان الاكسكيوشن ده بتاع التاني بياخد 3 سايكل، لازم للاسف يعني ما ينفعش بقى تدخل الاكسكيوشن بتاع التالت هنا اهو، ما ينفعش تدخله وانت بتعمل اكسكيوشن للتاني، صح ولا انا غلطان؟ لان الاثنين هيستخدموا نفس الحاجه، صح ولا انا غلطان؟ ايوه يا دكتور. فلازم يحصل ايه؟ لما يكون واحده بتاخد وقت اكتر من التاني، فلازم انت تعمل جاب، يعني هتعمل ديكود وتفضل بقى مستني، ما تقدرش تعمل اكسكيوت للتاني، والجاب دي بتترحل بقى معاك. يعني الجاب الزياده دي بتترحل للاسف في كل الاوامر عندك، بس ما زال افضل من انك تعملها سيكوينشن. ها ده اللي احنا كنا بنقول عليه، الحته اللي هي اللي احنا كانت موجوده هنا، اللي هي كانت كلام نظري، اللي هي كانت موجوده هنا اهي، اللي هي unbalanced length of the pipe stage reduce mean. لو في حاجات، لو هم مش بياخدوا نفس الوقت، يعني دي بتاخد 2 سايكل ودي بتاخد 1 سايكل، فدي الحته unbalanced دي هتاثر، هتقلل لك السبيد اب شويه. زي ما انتم شايفين هنا، لما كانت مظبوطه وكلهم نفس الوقت، نفس التايم اللي هو كل واحده بتاخد بالانسد مظبوطه، شايفين كانت 16 بقت 7، لما واحد فيهم اختل شويه السبعه بقوا كام؟ السبعه بقوا كام؟ 9، بس ما زال افضل من ال 16، صح ولا انا غلطان؟ صح ده. تمام كده، ادي البايب لاين خلص، هو بس الفكره بتاعته اللي احنا قلناها. اللي بعده اكسس انبوت اوت ديفايس، ازاي ناكسس الانبوت والاوت ديفايس؟ طبعا البروسيسور بيبقى فيه طبعا باص، اللي هو الادرس باص والداتا باص والكنترول باص اللي احنا اتكلمنا عليه. بيقول لك اهو، ممكن البروسيسور يكونكت على اكتر من ديفايس في نفس الوقت، may be connected to a processor، وممكن يتكونكت مع الميموري،
باستخدام الباص. الباص consists of three sets اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هي واحد بيحمل الادرس، واحد بيحمل الداتا، واحد بيحمل لك الكنترول سيجنال. فالباص عبارة عن ثلاث حاجات، اللي هو عندك الادرس باص، الداتا باص، الكنترول سيجنال او الكنترول باص. وده اتكلمنا عليه بالتفصيل في ليكتشر قبل كده يعني. كل input out device is assigned unique address. كل input device لازم يبقى له رقم زي الميموري كده بالظبط، يعني نقول ده device low ID، زي رقم كده، زي رقم الجلوس بتاعك كده. فلازم يبقى له رقم او بنسميه الادرس، ده كل واحد يبقى له ID او له رقم address unique، ما ينفعش يتكرر. البروسيسور بيأكسس ازاي؟ To access the input out device, the processor بيبدأ place the address on the address bus. بيبدأ يحط الادرس على الادرس bus زي ما كان بيعمل مع الميموري بالظبط. بيبدأ يحط الادرس بتاعه، ولازم يكون الادرس بتاعه مختلف عن الادرس بتاع الميموري، وإلا يحصل conflict. بعد ما يحط الادرس على الادرس bus, the device recognize the address. بيبدأ ال device بقى بيبقى عارف الادرس بتاعه، قال له أول لما يجيله بيبدأ يرسبونس to control signal، بيبدأ يديله feedback يقول له أنا ready، ويبدأ يبعت له الداتا. هو ده الطريقة البسيطة والتقليدية إزاي access ال input output، شبيهة شوية بالميموري، هي مفيش فيها اختلاف، بس كل device بيبقى منفصل مش زي الميموري هنا كلهم في نفس اللوكيشن. طيب ال input output device and the memory may share the same address. ممكن يشير حاجة اسمها address space، وليس هما الاثنين، عشان الناس ما تفهمش غلط، مش هما الاثنين يبقى له كل جهاز له يونيك ادرس، انما ممكن كلهم يبقى فيه انا ليا رينج كده مثلا من صفر لغايه مثلا 2000، فممكن هما الاثنين يبقى شيرد. يعني ايه شيرد؟ هما الاثنين لهم نفس، هما ادرس باص لهم هما الاثنين، يعني فاهمين، يعني هو ادرس واحد ادرس باص للاثنين. وفي تكنيك تاني بيعمل ديفرنت، يعمل ايه؟ يعمل الميموري لها ادرس باص منفصل عن الادرس باص بتاع الانبوت اوت، واخدين بالكم؟ يعني ده بيبقى ديفرنت، انما كل واحد ليه يونيك، يعني ده الفكره. فهي دي الفكره هنا، بيقول لك ايه؟ ان احنا ممكن نعمل ادرس باص شير للميموري مع الانبوت اوتبوت، وممكن نخليه ديفرنت. اهو فبيقول لك في حته الشير الميموري ماب والانبوت اوتبوت مع بعض، هما الاثنين في نفس الوقت. اني ماشين انستراكشن، اي امر كان اكسس الميموري، الميموري اند كان بي يوزد تو ترانسفير داتا، ممكن تستخدم برضك ان هو ترانسفير الداتا للانبوت اوت. ودي سيمبل خالص في السوفت وير، وده ميزه الحته دي، انك مش محتاج تعمل امر للانبوت اوتبوت وامر للميموري. يعني هتعمل امر واحد اسمه موف وخلاص، وتدي له هنا الادرس بتاع الانبوت اوتبوت او الادرس بتاع الميموري وخلاص. فهو بيبقى اسهل لانك انت بتعمل امر واحد للاثنين، انما هنا ده مختلف، يعني ده ادرس باص مختلف. بدل مختلف في الهاردوير لازم يختلف في السوفت وير، يعني لازم تعمل امر للهاردوير ينقل من الميموري، وتعمل امر تاني ينقل من الانبوت اوتبوت. ما ينفعش تسميهم هما الاثنين مور. وده في ماك، في بروسيسور شغال الحكايه دي 8085 انا اشتغلت عليه، فبيعمل لما بيجي ينقل من ميموري بيعمل موف، ولما بيجي يعمل من الانبوت اوتبوت عمل امر تاني لود، يعني بيعمل امرين مختلفين، يعمل موف عشان ينقل من الميموري، وامر تاني مسميه لود عشان ينقل من الانبوت اوتبوت. طب عمل كده ليه؟ لان مش هما الاثنين لهم نفس الادرس باص، هما مختلفين، لهم ديفرنت ادرس سبيس. اهو سبيشال انستراكشر، اهو بيبقى في سبيشال انستراكشر تو ترانسفير الداتا فروم الانبوت اوتبوت. يعني في امر منفصل للانبوت اوتبوت وفي امر منفصل للميموري. الانبوت اوت ديفايس مي هاف تو ديل ويز فيور ادرس لاين، اللي طبعا الانبوت اوتبوت هيبقى عدد الادرس لاين اقل طبعا من الميموري. الانبوت اوتبوت ادرس لاين نيد نوت بي فيزيكلي سيبريتد فروم ميموري ادرس لاين. هي يعني هي الفكره كلها، بيقول لك ممكن ما يبقاش سيبريتد، بمعنى ممكن فيزيكلي ما يكونش سيبريتد، بس يحط كنترول سيجنال معاه
ودي دي برضك في مايكرو بروسيسور بيعمل كده، ممكن يبقى الادرس واحد بس بيبعت معاه كنترول سيجنال يقول له الادرس ده يروح للميموري ولا يروح للانبوت اوت. فممكن مش يكونوا فيزيكلي سيبريتد، هو الافضل ان هم يكون فيزيكلي سيبريتد بس مش شرط، ممكن يبقى هما الاثنين نفس الادرس بس بيبعت معاه كنترول سيجنال زياده مش عشان تسيبريت بقى. In fact, the address line may share أو may share between the ده تفسير أو may share between the input out device and the memory with أو with control signal. يبقى في ممكن ما يبقى هما مش physically separated، ممكن يبقى هما الاثنين نفس الحاجة بس في إضافة في control signal to indicate whether it is a memory address or input out address. فاهمين القصة ولا أنا بتكلم في وادي وأنتوا مش فاهمين أصلاً؟ ها؟ لو حد مش فاهم نعيدها يا شباب. محاضرتك يا دكتور. كله تمام. يبقى عرفنا هنا، تحس إن هو كلام نظري بس كلام والله افهمه عشان تعرف تعبر بيه في الامتحان. السؤال برضك عشان يجي لك إزاي؟ السؤال هنا بسيط مش مسألة. السؤال هنا أقول لك اشرح أو briefly discuss the address of the input output device. هدول الستيبس دي. ان هو بيبقى عندك address line, data line, control line بيبدا يحط الادرس على كل ادرس لكل input output لازم يبقى له unique address. البروسيسور هيحط الادرس ده على الادرس بس ويبدا يريكوجنايز الديفايس ويبدا يرد عليه ريسبونس. الموضوع بسيط، ستيبس بسيطه يعني. السؤال الثاني اللي احنا قلنا عليه ايه هو التو تايبس وفي الاكسس بتاع الانبوت اوت ديفايس، ايه هم التو تكنيكس اللي بيستخدموا في البروسيسور عشان يعمل اكسسنج للانبوت اوت ديفايس؟ قلنا الطريقه الاولانيه ان هم يكون شير ذا سيم ادرس سبيس، الحاجه الثانيه يكون هاف ديفرنت ادرس سبيس. الميزه هنا ان هو امر واحد اللي هو سيمبل سوفت وير، هيبقى في امر واحد هم الاثنين شير، ان هو يقدر الامر ده ياكسس الميموري وفي نفس الوقت يقدر ياكسس الانبوت اوت ديفايس، فالسوفت وير بتاعنا بيبقى سهل لانه مثلا امر واحد بأكسس ده او اكسس ده، الرقم هو اللي بيتغير بس. انما في الديفرنت ادرس سبيس لازم كل اهو لازم يبقى فيه امر للانبوت اوت ديفايس، لازم الانبوت اوت ديفايس هيتعامل مع عدد قليل، مش لازم يكون فيزيكلي سيبريتد، هو الافضل يكون فيزيكلي سيبريتد بس طبعا الناس بتحاول توفر شويه في الهاردوير، فممكن يبقى هم نفس الادرس سبيس بس هيبقى ويز كنترول سيجنال تو انديكيت وذر اتس ا ميموري ادرس اور انبوت اوت. وبناء على الامر لو الامر موف هيبعت كنترول سيجنال ان هو يقول له ده كنترول سيجنال يقول له ده رايحه للميموري، الادرس اللي هنا ده رايح للميموري. لو هو امر تاني لود يبقى لما يجي له لود يبعت كنترول سيجنال له لا ده ما تروحش للميموري، الادرس ده رايح للانبوت اوت. تمام، هو ده الفكره، الفرق ما بين الاكسسنج اللي هم شير ادرس سبيس او ديفرنت ادرس سبيس. ده تكملة اهو للفكرة ان هو عندك ادرس عند الديفايس بقى، المفروض عند الديفايس كهاردوير بقى المفروض كل ديفايس يبقى عنده ادرس ديكودر عشان يفهم الادرس، ياخد الادرس ويفهمه، يبقى في عنده كنترول سيجنال اللي هي جايه له بقى زي ما احنا قلنا، ممكن يبقى الادرس ده راح للميموري بس جاي له سيجنال هنا بتعرفه هي الادرس ده جاي لك ولا راح للميموري، يبقى في كنترول سيجنال هنا بتقول له انت راح للميموري ولا للانبوت اوت، هنا اهو رايح على الميموري ولا الانبوت اوت، وليكن يعني مثلا واحد راح للميموري زيرو راح للانبوت اوت، فهو بيجي له الكنترول سيجنال زيرو يبقى ده جاي ويشوف الادرس ده بتاعي تمام، فلازم يعمل تشيك ان الادرس ده فعلا جاي للانبوت اوتبوت، ولازم يعمل تشيك ان الادرس ده فعلا بتاعي مش بتاع حد تاني. في الحاله دي يبدا يقرا الداتا او يبدا يبعت له الداتا، يقرا الداتا لو هو كان اوتبوت ويبعت له الداتا لو هو كان انبوت، يعني لو هو كان input يبدأ ياخد الداتا ويبعتها له، لو هو كان output هياخد الداتا من هنا ويبعتها له. ده بنسميه الحتة اللي في النص دي بيسموها دي كورس بالكامل على فكرة أنا بشرحها عندي في منهج تاني اسمه input output interface، يعني في كورس أصلا بيتكلم إزاي تبني الدايرة دي كهاردوير، ماشي، اللي هو إزاي تعمل input output interface. أنا بس هنا ده طبعا مش الكورس بتاعنا بس هو قريب يعني من الحته بتاعه الكمبيوتر اركتكتشر، فلازم تبقى عارف هو البروسيسور بيوصل ازاي للانبوت اوتبوت، ان هو بيبعت له الادرس، بيبعت له كنترول سيجنال، هو بيتاكد ان الادرس ده جاي له، بيتاكد ان هو الكنترول سيجنال فعلا دي للانبوت اوتبوت،
بيبدأ بقى يبدأ الداتا. الكلام ده اللي أنا قلته هو ده الشرح، تعال نقرأ مع بعض بس اللي أنا قلته دلوقتي وشرحته لكم، هو ده الكلام اللي موجود. أنا بحب أشرح بس وأفهمك عشان ما يبقاش كلام نظري وتحفظه، أنت تفهمه، أنت فهمت الفكرة بتاعت الـ Input Output بتشتغل إزاي، البروسيسور بيشتغل إزاي، مع بيكلم البرينتر إزاي. ممكن أجي أقول لك في الامتحان هو البروسيسور بيأكسس البرينتر دي إزاي، أهو نفس هتشرح لي، ترسم لي الرسمة دي وتشرح الكلام ده بستيبس بفهمك، وتعالوا نقراها مع بعض. الـ I/O device is connected to a bus using input output interface. يبقى لازم كل input out device لازم يكونكت من خلال input out interface. بيحتوي على ايه؟ ده عباره عن دايره which has، لازم يكون فيها ثلاث حاجات: الادرس ديكودر اللي هو يفك ويفهم ان الامر ده بتاعه، الكنترول سيجنال عشان يعرف ان السيجنال دي رايحه له او هو يبعت للبروسيسور يقول له ان انا ريدي، اند داتا وستاتس ريجستر اللي هو يبعت له الداتا. اهو ده شرح بقى الحاجات اهو. الادرس ديكودر بيعمل ايه؟ place address of on the address line. This enabling لما يحط البروسيسور الادرس على الادرس لاين. The device is recognized. عند سؤال؟ في حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب الادرس ديكودر بيبدأ يعرف ان الادرس ده جاي له وينيبل الديفايس، يبدأ الديفايس لو هو فعلا بتاعه ويركوجنايز ات ادرس بيبدا يتعرف عليه. الداتا بيبدا يهولد الداتا اللي هيبدا ينقلها تو اور فروم، يعني ممكن يبعتها للبروسيسور او ياخدها من البروسيسور عادي، يعني هو طبعا على حسب هو كان انبوت ديفايس ولا اوتبوت ديفايس. طيب الستاتس ريجستر دي ممكن في بعض الحاجات، بعض البروسيسور مثلا زي البرنتر على سبيل المثال، ساعات كده يقول لك البرنتر كده تيجي تقول لك يجي لك رساله يقول لك ما فيهاش ورق، هو عارف منين؟ البروسيسور عارف منين ان ما فيش ورق؟ البرنتر اللي قالت له. البرنتر في جه عنده عمل تشيك كده، في عنده سنسور لقى ان ما فيش ورق، فراح جاي قال لو انت بتعمل برنت، راح جاي هو البرنتر انت بعت لي الادرس وبعت لي الداتا اللي انا عاوز اعمل لها برنت، بس انا مش هطبع، فاليوزر مش هيعرف، فيروح جاي باعت لك هو الستيتس يقول لك يقول لك انا يبعت لك كلمه يبعتها للبروسيسور يعرضها لك على الشاشه يقول لك ده انا ايه بيبر اوت ان انا ما عنديش ورق. فدي دي ميزه الستيتس ريجستر ان هو بيعرف لك الحال. الداتا اند ستيتس ريجستر بتبقى كونكتد على الداتا بس، الداتا والستيتس ريجستر بتبقى دي متصل على الداتا بس. ماشي. الانبوت انترفيس سيركت كوردينيت الانبوت ترانسفير. الدايره اللي هي الانبوت انترفيس دي وظيفتها ان هي بتعمل تنظيم اللي هو عمليه النقل هتتم ازاي، زي ما احنا اتفقنا ان هو الادرس هيجي هنا يتعرف عليه ويتعرف الكنترول سيجنال، يبدا بقى يبعت له الداتا او ياخد منه الداتا. مفهوم فهمنا ازاي ناكسس الانبوت اوت ديفايس، وفهمنا ها القصه دي ولا لسه شويه؟ تمام كده؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. الجزء الثالث معلش، هم ثلاث نقط يعني تحس البايب لاين نقطه موضوع اصلا على فكره. الاكسس بتاع على فكره في حاجات اكتر من كده كمان، يعني يا ريت تقروا اكتر. ده انا كده انا بديكم بس الحاجات الاساسيه اللي هو الف ب زي ما بنقول كده في العلم ده، لان ده علم. انا بقول لكم ده في كورس بالكامل بيتكلم على الدايره دي ازاي تبنيها بدوائر اللوجيك، في كورس كامل انا بدرسه وموجود عندي على اليوتيوب لو حد عاوز يسمعه. ففي حاجات في كل حاجه من دي علم بقى وتفاصيل اكتر، فانا بنديكم الحاجات البيزكس وبديها لكم في صوره حاجات سيمبل كده تبقى عارف المعلومه حتى. ماشي. والحاجات دي مش نظري انت بتفهمها، وبعدين المفروض ان انت بتطبقها عملي، المفروض ان انت الكلام ده تطبقه، يعني زي ما بقول لكم تعمل نعمل بقى بروجكت نطبق الدايره دي ننفذها عملي. بس احنا دلوقتي طبعا دي اخر ليكتشر مش هنعملها عملي طبعا، فهي دي مش هتتعمل عملي، وكمان المسائل فيها خفيفه، ما فيش غير المساله بتاعه البايب لاين ما فيهاش مسائل كتير، هي كلها بس معلومات يعني. دكتور اتفضل. هو الفاينل هيجي ريتن ولا ام سي كيو؟ في كده وكده هيجي، هكلمكم عليه، هيبقى يعني حوالي 50% ريتن و 50% ام سي كيو الاثنين يعني ان شاء الله. شكرا. هكلمكم لسه والكويز والكلام ده، خلص بس اخر نقطه دي اخلص لكم، بس عايز اخلص لكم الليكتشر النهارده
ماشي، عشان ايه يعني تبقى انتوا مذاكرين ويبقى انتوا خلصتوا يعني. طب الانتربت اخر موضوع، احنا اتكلمنا على حته الانتربت ده قبل كده، بس اتكلمنا عليها على السريع كده اثناء لما كنا بنتكلم على الماشين سايكل. مش عارف انتوا تلاقيكم ناسيينها او يعني هنتكلم عليها شويه في الديتيلز شويه. الانتربت يعني ايه انتربت بالعربي؟ ترجمتها ايه الحرفيه؟ يعني ايه انتربت؟ قطع. قطع زي ما الباشمهندس كده عامل معايا دلوقتي، وده مثال حلو يعني بس نفهمه مع الباشمهندس. الباشمهندس وانا كنت بشرح دكتور قال لك بعد اذنك عندي سؤال، هو كده ايه انا كنت شغال فهو عامل لي انتربت، يعني هو استاذن مني ان هو يسالني سؤال، هي دي الانتربت. يعني لو فرضنا ان انا البروسيسور شغال عمال اتكلم اهو، واحد عنده سؤال فبيرفع ايده او يعمل فويس او يعمل يا اما يعني على حسب ما نتفق. يعني ممكن انا اقول لك لما تكون عاوز تعمل حاجه اعمل ريز، لو احنا قاعدين في فيس تو فيس اقول لك ارفع ايدك مثلا، ماشي؟ فانت دي سيجنال احنا اتفقنا عليها، لما تكون عندك سؤال انت ترفع ايدك فانا اعرف انك عاوز سؤال، البروسيسور يعرف انك عاوز سؤال، فيبدا البروسيسور يوقف اللي كان بيعمله ويبدا ينفذ السيرفيس او يشوف انت عاوز منه ايه ويبدا يديك الخدمه دي. هو ده اكبر مثال كويس ان الباشمهندس ده بنحييه على اللي هو عامله عشان تطبيق عملي قدامك على الانتربت. ده بيتعمل نفس الكلام في البروسيسور، البروسيسور يبقى شغال ويجي له سيجنال من الانبوت اوتبوت ديفايس بيقول له ان انا عندي حاجه معينه عاوزها دلوقتي، فيبدا البروسيسور بيسيب التاسك اللي هو كان بيعملها ويبدا يروح ينفذ بنسميه احنا الانتربت سيرفيس روتين او يبدا يشتغل عليه. ده كده ملخص الانتربت، يعني ده البيزك ايديا اوف انتربت، ويعتبر كده احنا خلصناه. بس طبعا هو فيها شغل تاني وعملي، وافرض جاله بقى اتنين سيجنال في نفس الوقت يتصرف ازاي؟ هي دي بقى في شويه بقى ايه المهندسين دول بقى بيفضلوا بقى يحطوا بقى المشاكل. يعني انت افرض بقى اتنين، هتفتكروا مثلا لو اتنين سالوني دلوقتي اعمل انا ايه؟ هنفع اجاوب على الاتنين في نفس الوقت؟ ولا المفروض اعمل ايه؟ اهندل انا احنا كبني ادم انا اهو اهندل الكلام ده ازاي؟ كهيومن اهو اهندلها انا ازاي؟ يا شباب تفتكروا انتوا على فكره اللي هيجي في دماغكم اهندل ازاي؟ على واحد ونخلي الثاني يستنى بعد كده نرد على الثاني. بس طب انا احدد مين فيهم ازاي؟ يا اما يكون عشوائي بطريقه عشوائيه، يا اما احط بريوريتي، يعني احط انا بريوريتي اللي قريب مني مثلا الاول هو ده اللي هنفذه الاول، احط حاجه اسمها بريوريتي. يعني انا احدد بقى البريوريتي، البروسيسور يحدد البريوريتي بقى على حسب القريب، على حسب اللي ذاته اهميه اقصى، بس طبعا على حسب الجهاز ده، الجهاز ده مثلا حاجه مهمه وخطيره لازم ارد عليه على طول. فهو بقى بيعمل حاجه اسمها بريوريتي انتربت، مش انتربت عادي كمان، ان انت بقى بتحط للانتربت ده بريوريتي. بس فدي فكره يعني. تعالى نقرا بقى الكلام اللي موجود عندك نظري، هتلاقي لو انت فهمت الكلمتين اللي انا قلتهم دوني هتلاقي الانتربت سهل. بيقول لك ايه؟ ان البروجرام كنترول انبوت اوت، واحنا بنتعامل مع الانبوت اوت بوت، وين ذا بروسيسور كونتينوسلي مونيتورنج ذا ستيت اوف ذا ديفايس ات داز نوت بيرفورم اني يوسفل تاسك. ايه بقى الحته دي؟ بيقول هم لجؤوا للانتربت ليه؟ بيقول لك تخيل البروسيسور ده مثلا وهو عمال شغال على ديفايس معين، عمال يشوف الستيتس بتاعته، مثلا عاوز يطبع. فهو عمال يشوف البرنتر ريدي؟ لا مش ريدي. البرنتر فيها ورق؟ لا لسه. فهو عمال واقف مستني، مش عارف يطبع وواقف منتظر. متخيل كده ان هو واقف منتظر ما بيعملش اي حاجه، مستني مونيتور لغايه لما الديفايس يخلص. لاحظوا الحكايه دي طبعا بتاثر على البرفورمانس، انه كده الجهاز ما يفضل واقف مستني البرنتر، يعني مش حاجه حلوه. المفروض يعمل تاسك ثانيه ولغايه لما البرنتر تبقى ريدي تبقى تقول له. فبدا يخش الحته دي. ان الترناتيف ابروتش، طريقه اخرى بداوا يستخدموها. ايه هي بقى الطريقه الثانيه اللي بداوا يستخدموها؟ would be far for input out device to alert، تدي انذار اهو the processor when it become ready، يعني لما البرنتر بقى تجهز بقى يبعت لي سيجنال قول لي بقى ان انا ريدي دلوقتي. لما يحصل ان هو ريدي يبدا يبعت له الداتا. يبقى لازم هنا دي اسمها الانتربت سيجنال. لو تفتكروا الحته دي قلناها، حد فاكر الانتربت سيجنال دي قلناها؟ والله ساعه لما كنا بنتكلم فاكرين الليكتشر بتاعت اللي هي بتاعت كل موديول
فاكرين الميموري موديول والانبوت اوتبوت موديول؟ فاكرين الحته دي؟ كانت الحته دي موجوده. حد فاكر؟ محدش فاكر. انا عارف اوريها لكم اهي في الليكتشر اهي. فين في الليكتشر بتاعتي اهي اللي هي دي بتاعت الميموري والانبوت اوتبوت موديول والباص. افكركم بيها اهو بسرعه. اهو ده السي بي يو اهو. بصوا هنا اهو هنا بص اهي. فاكرين دي اهي؟ عشان كده بقول لكم دي اتقالت قبل كده. بص اهي ايه دي؟ اقراها كده الكلمه دي شباب. حضرتك يا دكتور انتربت إيه اسمها سيجنال. ايه؟ انتربت سيجنال مع مين؟ مع الانبوت اوت. ما اتقالت، ما قلناهاش فين، ما جبناش سيرتها فين؟ في الميموري. لان الميموري انا البروسيسور هو اللي بيخزن فيها، يا اما بيجيب منها. الميموري مش هتقول له انا ريدي ولا نوت ريدي، الميموري على طول ريدي اصلا، الميموري جاهزه على طول. وقت ما البروسيسور يحب ياخد منها حاجه يروح ياخد منها حاجه، ما يبعتلهاش سيجنال. يعني ما فيش هنا كنترول سيجنال في الميموري، انما لقصدي اسف ما فيش انتربت سيجنال، انما في كنترول سيجنال. معلش اسف، في كنترول سيجنال اللي هي ريد رايت، انما ما فيش انتربت سيجنال. الانتربت سيجنال دي موجوده مع الانبوت اوت ديفايس، ماشي؟ زي ما انتم شفتوا، تمام؟ فبفكركم بيها اهو، وقلنا اتكلمت عليها وانا قلتها وانا شغال، وقلت لكم يعني هنتكلم عليها في التفاصيل قدام بقى، وعرفنا اهميتها اهو دلوقتي. فنرجع بقى للمحاضره دي دلوقتي اهي. اهو بيقول لك هنا ايه؟ Do so by sending us a hardware signal. يعني لما يكون ريدي هيبدا يبعت له سيجنال بنسميها احنا الانتربت تو بروسيسور. البروسيسور بقى بيشوف السيجنال دي at least one of the bus control signal، بتبقى موجوده السيجنال دي في الكنترول لاين، بنسميه انتربت ريكويست لاين is dedicated for this purpose. يعني هو عاملين خط مخصوص اسمه الانتربت ريكويست او الانتربت سيجنال، بيبدا الانبوت اوتبوت يبعت سيجنال لكنترول. هو اللي بيبعت بقى الانبوت اوتبوت، هو اللي بيبعت سيجنال اسمها الانتربت ريكويست. يعني ان هو عاوز ريكويست من البروسيسور. البروسيسور كان بيرفورم اذر يوسفل تاسك، ممكن بقى البروسيسور يقدر يعمل اي تاسك وايل اتس ويتنج، بدل احسن من ان هو ينتظر للديفايس ان هو يكون ريدي، هو هيبعت له الداتا وينتظره بقى، بدل ما ينتظره يشوف امر تاني يعمله، يشوف بروجرام تاني ينفذه. ده كله بيحاول يحسن البروسيسور بتاعه. او ده الفكره، ان البروجرام العادي بيبقى شغال ويبدا اول لما يجي له انتربت سيجنال، لما بيجي له انتربت سيجنال، جات له انتربت سيجنال حدثت هنا مثلا، فبيبدا يسيبها ويبدا يشغل بنسميها احنا الانتربت سيرفيس روتين، يروح ينفذ الروتين بتاع الانتربت الخاص بالجهاز ده، وبعدين يبدا لما يخلصه يبدا يرجع يكمل الاكسكيوشن بتاع البروجرام. اهو ده الفكره بتاعت الانتربت. السيناريو بيتم ازاي بتاع الانتربت؟ البروسيسور از اكسكيوسنج ذا انستراكشن لوكيشن وين ذا انتربت اكور، الروتين اكسكيوشن از ريسبونس تو انتربت ريكويست. بيبدا بقى يسيف بقى المعلومات اللي عنده ويبدا يروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين. When the interrupt occur, control must be transferred to interrupt service routine. هيبدأ يغير البي سي، كان المفروض يشاور هنا، فالبي سي بقى بيبدأ يخزنه عنده في الستاك، كلمنا على حتة الستاك قبل كده، هيسيف عنده البي سي، وبعدين يبدأ يروح ينفذ اهو الانتربت سيرفيس روتين. اهو the current content of PC must be saved، لازم يسيفه. When it's enable return، بعد ما بيخلص بقى ويغير خلص الكلام ده، بيبدا يرجع اللي كان مسيفه، بيبدا يرجعه تاني للبي سي عشان يبدا return address للبي سي. Are usually stored، بنسميه دايما اهو عاده بيسيفها في stack. فده السيناريو او الانتربت بيحصل له عمليه execution ازاي، او الستيبس بتاعت اجي اقول لك وضح باختصار اللي هو خطوات او الستيبس اوف handling البروسيسور handling الانتربت. يعني عايزين الستيبس اوف handling الانتربت سيجنال، ان هو دي الخطوات ببساطه، ان هو البروجرام بيبقى شغال بيبدا يسيف الاول. اول حاجه بيحصل له انتربت سيجنال، بيبدا يسيف اول خطوه بيعملها بيسيف البي سي في الستاك، بعد كده بيبدا يترانسفير او ينقل البي سي ده للانتربت سيرفيس روتين،
بيبدأ يخلص الاكسكيوشن بتاع الانتربت سيرفيس روتين ويبدأ يريتيرن فروم انتربت وبعدين بيرجع يرجع المحتوى تاني ويرجع. بس treatment of the interrupt service routine is very similar to the subroutine. هو شبه السبروتين اللي هو الـ function يعني. However, there are significant difference. في فرق بين السبروتين العادي اللي هو الـ function العادية والسبروتين بتاع الـ interrupt service routine. السبروتين اللي هو العادي perform a task that required by calling a program. يعني لما يكون انت عامل function لازم تعمل لها انت call. السبروتين دي اللي هي بتكافئ الـ function في الـ high level. فالسبروتين ده جزء فلازم انت تعمل له كولنج، انما الانتربت ده لازم يجي له سيجنال. الانتربت سيرفيس روتين may not have anything in common with the program in interrupt. يعني مش لازم ان انت تعمل لها كولنج، لازم يحصل له سيجنال تجيب. انتربت سيرفيس روتين and the program and the program it is that it interrupt may belong to different user. يعني ده ممكن يبقى ده اليوزر وده اليوزر تاني. يعني البروجرام السبروتين ده بيبقى معمول يعمل تاسك معينه، الانتربت سيرفيس روتين ده معمول يخدم جهاز معين او يوزر معين. ماشي. بيقول لك هنا as a result before branching to interrupt service routine not only the PC but other information such conditional flag البروسيسور ريجستر by both the interrupted program and the interrupt service routine must be stored. هو بيقول لك مش البي سي بس اللي بنسيفه، هو بيسيف اي حاجه، بيسيف اي معلومات كان شغال عليها البروجرام ده بيسيفهم ويحطهم في الستاك قبل ما يروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين، لان ممكن الانتربت نفسه يغير لك في الريجسترات. فهو قبل ما بيشوف الحاجات اللي هو كان شغال عليها فبيبدا يسيفها وبعدين بيروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين. بعد ما بيخلص with this enable the interrupt program ده بيخلي enable بقى البروجرام بتاع الانتربت سيرفيس روتين بعدين to resume execution up to return from interrupt سيرفيس روتين. الحركه دي بقى بتخليه ان هو مسيف كل حاجه، فبعد ما بيخلص الانتربت سيرفيس روتين بيعمل لها ريتيرن ويبدا يرجع للكلام ده. Saving and restoring information can be done automatically. المفروض يعملها automatically by processor. For explicit by program structure. المفروض ده يتم بطريقة تلقائية. يعني مش الـ programmer هو اللي يعملها. Saving and restoring register involve memory transfer. ده مشكلته بس ان هو طبعا هي increase the total time execution. Increase the delay between the time of the interrupt request is received and the start execution. والمشكله ان هو ممكن يسيف حاجات كتير، فاول لما يجي له سيجنال هيسيف الاول فهينتظر شويه. بس طبعا this delay بنسميه interrupt latency. الوقت ده اللي هو الوقت لما السيجنال بيجيله والبروسيسور عبال ما يسيف ويرسبوند ويبدا يستارت، في وقت كده بياخده في عمليه التسييف، هو طبعا وقته صغير بس ده بنسميه interrupt latency. Must processor save only minimal يعني اقل amount of information. يعني المفروض ان هو عشان نقلل الليتنسي ده ان البروسيسور يسيف اقل كميه من المعلومات المهمه اللي هو محتاجها او اللي خايف عليها بس ان يحصل لها ديستورشن فبيسيفها ويبدا ينفذ عشان يقلل الليتنسي ده. This minimal amount of information called program counter and processor status reserve. اقل كميه، اقل حاجه ممكنه ان هو يسيف البروجرام كاونتر ويسيف الستاتس ريجستر. دي اقل حاجه. ممكن بقى يسيف حاجات تانية، ممكن يسيف معلومات تانية على حسب بقى البرنامج يعني. تمام. بس ده كده خلصنا ثلاث مواضيع النهارده اللي هم ايه. تاني بفكر الناس، اتكلمنا الاول خالص على الباي، طبعا عملنا ريفيو على اللي فات، اتكلمنا عن البايب لاين وايه المشاكل بتاعتها، واتكلمنا ايه الميزه بتاعتها اللي هي الوقت، وخدنا في التو ستيج الوقت قل قد ايه، وفي الفور ستيج الوقت قل قد ايه. اتكلمنا على الاكسس بتاع الانبوت اوت ديفايس، وقلنا ان في تو تايبس اوف اكسس اللي هو يبقى شير سيم ادرس سبيس او ان احنا عندنا هاف ديفرنت ادرس سبيس. اتكلمنا بردك على الانبوت اوت انترفيس، الدايره بتاعت الانبوت اوت انترفيس بيبقى جواها ايه. ممكن اقول لك ايه الانسايد او درو اللي داخل الانبوت اوت انترفيس، وقول لي البيزك اوبريشن بتاعت كل يونت
ده عندك الادرس ديكودر دي الوظيفه بتاعته ايه، الكنترول سيجنال وظيفتها ايه، دي الاسئله كده اللي انا بقول لك عليها. ايه هو الانتربت؟ ماشي، ايه هو الانتربت؟ اقول لك ايه، اشرح لي الانتربت وبيتم الاكسكيوشن ازاي، او الستبس بتاعت اللي هو بيتعامل البروسيسور بيتعامل مع الانتربت ده ازاي، تشرح لي الستبس بتاعته بس. واتكلمنا طبعا اللي هو لازم يسيف معلومات تانية غير البي سي، وطبعا ده بت increase التوتال تايم اكسكيوشن شويه، او بنسميها الانتربت ليتنسي، لو حصل ان هو سيف كميه كتيره فلازم يسيف اقل كميه من المعلومات. حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ شباب حضرتك يا دكتور كله تمام، كله تمام، كله تمام. طيب في جزء كده صغير، جزء صغير ممكن ناخده، مش هياخد مننا حاجه، جزء صغير يعني ممكن ياخد ربع ساعه او ثلث ساعه بس عشان نخلص، يبقى احنا خلصنا. كان هنا بنتكلم او حته، حتى كان هنا في الانتربت اهو برضه، نقولها بس بسرعه، حته صغيره يعني. هم برضك 16 سلايد يعني، ان شاء الله يعني نحاول نخلصهم تمام. ممكن برضك ايه اقفل لكم ده، ستوب لده.